افتحوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الداهرية. افتحوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الداهرية. افتحوا وارتفعي أيتها الأبواب الداهرية، ليدخل ما كل ما الرب العزيز القوي الجبار القاهر في الحروب هو الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنيستي، أليسوس أنيستي، بخريستوس أفطنف، خن أوم اسمي أفطنف. Christ is risen, truly he is risen. نهنئكم أيها الأحباء بعيد القيامة لمخلصنا ربنا يسوع المسيح. القيامة أعطتنا القوة والانتصار على الموت. كان الموت هو العدو الذي يخاف منه الإنسان، وهو أصل العقوبة التي وقعت على البشرية عندما أخطأ آدم وحواء. قال لهم الله موتا تموت. الانفصال عن الله هو موت، والخطية هي موت. فجاء السيد المسيح وأخذ هذا الجسد وصلب على الصليب ومات أبشع ميتة يعرفها العالم أو هيعرفها العالم. السيد المسيح مات بدون ذنب وبدون خطية وبدون جريمة واضحة، والسيد المسيح مات عدة ميتات وأخذ عدة عقوبات، فكانت كل عقوبة تمثل عقوبة لجريمة لم يفعل أي منها. فالرجم عقوبة، والحرب عقوبة، وإكليل الشوك عقوبة، والصلب عقوبة. فداس المسيح الموت وأكمل عمله معنا. ولذلك بولس الرسول يقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. بالقيامة يا أحبائي السيد المسيح أعطانا هذه القوة، وعدنا مرة أخرى منتصرين
إلى المكان الذي أخذنا منه ورد آدم وبنيه إلى رتبته الأولى. فنفرح في هذا اليوم لأنه يوم عودة ويوم مصالحة بين الإنسان وبين الله، ويوم أخذنا فيه القوة والغلبة. القيامة يا أحبائي هي سر يعمل في المسيحيين. فإذا كنا خرجنا من أسبوع الألام واخدين قوة تحمل الألم، وسر الألم أنه في الألم هناك المجد، فنحن بالقيامة تم لنا هذا عمليا بقيامة السيد المسيح من الأموات. ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام باطل إيمانكم، باطل كرزتنا، أنتم بعد في خطاياكم. برهان الحياة الروحية مع الله الحقيقية هي ليست فقط بالوقوف عند أحداث أسبوع الألام وجمعة الصلبوت، بل تدرجنا فيها إلى ليلة إيبوكاليبسيس أو أبو غلمسيس اللي فيها بنقعد حوالين الجسد، وتنتقل الألحان من الألحان الحزيني إلى الفريحي حتى نجيء إلى هذا اليوم، وهو يوم الفرح، انتصر المسيح على الموت. لتكن القيامة هي سر يعمل فينا يمتد من خلال حياتنا الروحية. وتعلمنا الكنيسة أيضا أن هناك قيامتان: قيامة الدينونة وقيامة التوبة. فالقيامة الثانية وهي القيامة بعد الموت الثاني، هذه التي يجوزها كل البشر، هذا الموت بالجسد ثم نقوم بهذه الأجساد إلى أجساد لها قوة القيامة كما السيد المسيح. ولكن هناك اختبار نعيشه في الحياة هنا، أن إذا كانت الخطية هي الموت فالتوبة هي القيامة. ولذلك لنمارس التوبة باستمرار، تتغير أفكارنا ونياتنا وقلوبنا، ويكون معنا في هذا الوقت قوة تحمل الألم والانتصار على الموت وقوة القيامة بالدخول إلى الحياة. بعد هذه الفترة التي عشناها يا أحبائي، تعتبر الكنيسة هذا الوقت هو ربيع الحياة الروحية، والربيع دائما يتسم بتفتح الأوراق والزهور والنباتات. فلتكن لنا حياة متفتحة مع الله كلها مجد وكرامة وفرح وفضائل روحية. نهنئكم مرة ثانية، ونهنئ قداسة البابا الأنبا توادروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس الأباء المطارنة والأساقفة، ونهنئ أيضا الأباء بأرشدايوسيس شمال كاليفورنيا ونورث أمريكا، كما نهنئ أبائنا هنا بمنطقة سياتل. ربنا يعيد علينا مثل هذه الأيام، والكل فرح والكنائس متمتعة بوجود الشعب فيها. وليفتح الله دائما لنا أبواب الحياة والقوة، لإلهنا كل مجد وكرامة. أمين. خريستوس أنيستي، أليسوس أنيستي. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and to the age of ages. Amen. Christos Anesti, Aletheos Anesti. Christ is risen, truly he is risen. Congratulations for the Feast of the Resurrection. In the Gospel of St. John, chapter 20, it was the account of the resurrection of our Lord Jesus Christ. And in there was a conversation between our Lord Jesus Christ and Saint Mary Magdalene, where she did not know that he was Christ, that he was risen from the dead, and she thought that he was the gardener. And then when she was coming to touch him, as they used to do in the past before the resurrection, and she said to him, Rabbuni, which means teacher, he told her not to cling to him, because he has not ascended yet to his Father and their Father.
And the idea of clinging, the question is, what went different between before the resurrection and after the resurrection? Before the resurrection, we see that our Lord Jesus Christ was spending time with the poor and the sinners and others, as well as the good people as well. But after the resurrection, he went to Saint Mary Magdalene and he told her not to cling to him. So what happened there? What happened there is that because he was getting people to know him and to know the way to eternal life, he mingled with all kinds of people and all sorts of people with no process of approaching or a system of approaching. However, or he didn't have any rules to separate from the good and the bad. However, after the resurrection, what happened is that, first of all, Saint Mary Magdalene did not receive the Holy Spirit. And the Holy Spirit was going to be given on the Pentecost day. And Saint Cyril the Great said that because she did not receive the Holy Spirit, God wanted to start putting rules on who can approach him and taking his body and blood. And in that manner, he told her not to cling to him. But once they receive the Holy Spirit on the day of Pentecost, then they will be able to approach the body of Christ as they used to in the past. So what this tells us is it's very important that we have to examine ourselves. What did we gain through Great Lent and through Passion Week? Are we going to live the same way that we lived before? We have to examine ourselves. God put rules down for how to approach him and how to eat his body and how to enter into eternal life. He loves everyone and he died for everyone by name. However, he set rules to get to him after resurrection. So we have to examine our lives and to see whether or not we are going according to what God has put down, and then to live resurrection, because the resurrection is not just a feast where we do certain things and we have certain hymns and certain tones and certain enactment of the resurrection, but it is a lifelong event that a person has to live through. May God give us this life of resurrection, that we end up pleasing him and resurrecting ourselves from the snares of the devil and the sins, and then we live a heavenly life on earth and then continue it in heaven. To him all the glory forever and ever. Amen. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one God. Amen. Christos Anesti, Elisos Anesti. Christ is risen. Truly he is risen. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة حضراتكم طيبين. خريستوس أنيستي أليسوس أنيستي. المسيح قام بالحقيقة قام. في سفر أعمال الرسل الإصحاح الرابع آية 33 بيكتب معلمنا لوقا بيقول: بقوة عظيمة كان الرسل يشهدون بقيامة يسوع المسيح. حدث القيامة ليس فقط حدثا تاريخيا قد نسعى نحو إثباته، ندور على الدلائل، ندور على شهادات المؤرخين، نشوف أن المسيح قام فعلا من الأموات. لكن قيامة المسيح لو لم تترجم في أفعالنا زي ما ترجمت في أفعال الرسل أنهم يشهدون بقوة عظيمة لقيامة يسوع المسيح، يبقى لما نقول إخريستوس أنيستي هذا هو نصف الحقيقة. القديس أغسطينوس بيتكلم في كتابه مدينة الله عن فكرة الاضطهاد للشهداء. كان في ظاهرة غريبة جدا ان الشهيد بيكون انسان صديق حسن السيرة، قد يكون شريف النسب، يتقدم للاستشهاد بلا خوف، يتهددوه ويتوعدوه لكنه لا يهتز البتة. الناس اللي حواليه تشوف هذا الانسان الصديق بيستشهد ويخسر حياته من أجل المسيح، حياته البشرية طبعا، حياته على الأرض. فالناس لما تشوف هذا الصديق وهو يموت من أجل إيمانه، حاجة غريبة جدا بتحصل، كانوا يقرروا أن هم يعتنقوا نفس هذا الإيمان.
فكان التأثير بتاع الاضطهاد تأثير عكسي، كان كل ما نزود جرعة الاضطهاد كان كل ما أكتر ناس تتثبت من الإيمان، علشان بيشوفوا قدرة إنسان على التغلب على حياته الأرضية ويوصل للسماء. وهذا هو فعل القيامة. الآباء الرسل شافوا المسيح في ألامه، شافوا المسيح على الصليب، شافوه في قمة تحمله لأقصى درجات الخطية البشرية. وبعد ما شافوا كل ده، رأوا بعد 3 أيام المسيح قائم من الأموات. قال لهم تعالوا جسوني وشوفوا المسامير، شوفوا أثر الجراحات، وشوفوا أن أنا فعلا المسيح القائم من الأموات. لما شافوا إن هذا الإنسان الذي استعرض لكل هذا قام من الأموات، ما قدروش يسكتوا، وقالوا في أحد الاستجوابات، وقالوا لا يمكننا إلا أن نتكلم بما رأينا وبما سمعنا. إحنا درش نسكت على هذا الشيء، ما نقدرش نسكت على رؤية المسيح في ألامه وبعد كده رؤية المسيح في قيامته. الكونتراست ده شيء صعب السكوت عنه. فعلى طول الرسل قاموا بهذه الخطوة، والشهداء قاموا بهذه الخطوة في أنفسهم. بعد كده بقى هم نفسهم بيمثلوا الموت مع المسيح من أجل القيامة مع المسيح. حتى لو إحنا دلوقتي مش في عصور اضطهاد معلن، لكن أمامنا حرب التوبة، أمامنا حرب الحياة والسلوك في هذا العالم كمسيحي، والمسيح قام ليقيمنا نحن في وسط هذا العالم. المسيح بيعلمنا الثبات ناحية الصليب، بيعلمنا عدم التراجع، بيعلمنا الإصرار في التوبة، بيعلمنا الإصدراء بأي فايدة عالمية، بيعلمنا إزاي نتغلب على كل شيء. لذلك فألامه هي شافية ومحيية. لو احنا بس بنقول إخريستوس أنستي هتبقى دي نصف الحقيقة. لو احنا بنقول ان هو قام ليقيمنا معه، وبص كده بعد هذا الأسبوع وبعد هذا العيد كيف أفكر في حياتي بعد كده، كيف أفكر في توبتي وفي صدقها. لازم أكون اتعلمت حاجات كتير من هذا الصيام، لازم أكون اكتسبت قوة جديدة للإرادة، اكتسبت نعمة جديدة من المسيح بالنظر إلى صلابته وبالرجاء في قيامته. كل سنة وحضراتكم طيبين. إخريستوس أنستي، إليسوس أنستي، المسيح قام بحقيقتكم. بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. إخريستوس أنستي، إليسوس أنستي. كل سنه وحضراتكم وشعب سياتل كله طيبين وبخير وفرحانين بقيامه رب المجد. النهارده واحنا بنتكلم عن القيامه بنبص بالتدقيق على مواعيد ربنا في اختيار الصلب واختيار القيامه. نلاقي ان ربنا قرر انه يتصلب في اخر يوم من ايام الاسبوع عند اليهود قبل يوم الراحه، وده بيفكرنا باليوم اللي ربنا خلق فيه آدم الإنسان الأول. وعلشان اليوم ده آدم الإنسان الأول وقع في الفساد ووقع في الخطية والموت تسلط عليه، كان الحل الوحيد إن ربنا يمحي الخليقة دي خالص. وعلشان كده قرر إنه يوم القيامة يبقى أول يوم في أيام الأسبوع، وده أول يوم بيمثل أول يوم من أيام الخليقة. وكأن ربنا بيقول لنا بالقيامة دي خليقة جديدة ما فيهاش فساد، ما فيهاش موت، ما فيهاش خطية للي يتقبلها. النهاردة وإحنا بنحتفل بقيامة ربنا عايزين دايما نفتكر إن القيامة دي حياة، مش مناسبة بنحتفل بيها، دي حياة بنعيشها وبتعيش فينا. ربنا يدينا إن إحنا فعلا نكون شايفين وعايشين فرح ورجاء القيامة، ونكون دايما واثقين ان قيامة ربنا حررتنا من عبودية الخطية والفساد والموت. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.